جثمان عبد الرحمن حسين الصديق ابن 16 عاما. منذ بضع ساعات فقط كان شابا يضج بحياة لا تزال في بدايتها، لكنها انتهت فجأة كما انتهت حياة آخرين سقطوا ضحايا انهيارات المباني أو الجدران، مبنى فسوح أولها ومبنى طبرجة ثانيها. ذنب عبد الرحمن أنه ذهب إلى مدرسته صباح السبت وخرج إلى ملعبها عند استراحة العاشرة، فانهار حائط عليه ورفيقيه أسامة زريقة 15 عاما من المني وأحمد الرفاعي 8 أعوام من قرقف. هالأمر اللي صار بدل على استهتار، أنه هي مؤسسة مدرسة المفروض يكون في اهتمام بصحة الطلاب، سواء من ناحية الأبنية سواء من ناحية السور أو أي أمر تاني. قصة التلاميذ الثلاث بحسب ما يرويها الشهود والمواكبون للقضية بدأت عندما وقفوا بالقرب من هذا الحائط الذي يبلغ ارتفاعه قرابة المتر الواحد فقط، وبفعل عامل العواصف والأمطار زحلت التربة من العقار المجاور للمهنية فسقط الحائط مسقطا معه الضحايا الذين نقلوا فورا إلى مستشفى الخير في بلدة بحنين قضاء المني. الشباب وصلوا لعنا جثة من أثر التراب والحجارة اللي نزلت عليهم، نحن مش بعاد كتير عن الحدث، لكن الأتربة اللي وصلت اللي نزلت عليهم كانت بكمية كبيرة. كالعادة عند وقوع حوادث من هذا النوع كثرت الاتهامات المتبادلة، كل يوجهها للآخر. شغل ربك، لأنه لا البناء منهار ولا يعني المنهار عقار تاني، تراب من عقار تاني مرتفع عن الهداك ونهار القيمين على هيدي المدرسة لو عملوا حيط دعم ربما أكثر ارتفاعا كان حصل ما حصل؟ ما قلن على القيمين على المدرسة، القيمين على المدرسة لما بيحصلوا على الترخيص يعني معناتها ما في مشكلة. عم نشوف بالضنية أراضي كتير عم تسحل، عم نشوف بعكار كمان نفس الشيء، لذلك الدولة نحن مطالبة أنها تتحمل مسؤوليتها، وأنا اليوم إجاني اتصال من دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري عم يتابع الموضوع لحظة بلحظة. احنا منطالب وزارة التربية اليوم بما انه هيدي مدرسة خاصة وهذا الشيء عم يصير بمدارس خاصة ومدارس رسمية انها تتحمل مسؤوليتها، تكشف على المدارس، تشوف اذا في اي خطر ممكن يكون حتى من الأراضي المحيطة بالمدارس. العقار الذي تقوم عليه المدرسة يعود لمصطفى أحمد حمزي الموجود حاليا خارج البلاد، وكان قد أجر العقار للقيمين حاليا على المهنية. وفي هذا الإطار تواصلت التحقيقات برئاسة المدعي العام القاضي غسان باسيل، واستنادا إلى التقرير التقني الأولي تبين أن البناء بحال جيدة ولكنه يقع أسفل تلة زحلت تربتها بفعل العوامل الطبيعية ما أدى إلى انجراف في صخرة كسرت الحائط، فكان ما كان، هذا دائما على ذمة التقرير. وفي المعلومات لم يصدر اتهام بحق أحد، لكن تم توقيف حسين وهبي وهو من القيمين على المدرسة، تم توقيفه على ذمة التحقيق الذي سيستكمل استنادا إلى تقارير تقنية أخرى عن مكان الحادث.